فريد، أنا آسف. آسف ليه؟ شغلك؟ مش برضو عملت تحرياتك وعرفت اللي أنت عايزه؟ أرجوك اديني فرصة أتكلم. هتقول إيه؟ هقولك الحقيقة، هقولك أنا ليه عملت كده. واضمن منين إنك مش هتكدب عليا تاني؟ لأن مفيش سبب يخليني أكدب. أنا في الأول ما كنتش أعرفك، أنا كنت بتعامل معاكي على أساس إنك أنتي مرات كرم حمدي، مرات مجرم خطير، وأكيد مراته زيه، وتعرف عنه كل حاجة. كنت فاكر إنك أنتي شايلة فلوسه وأوراقه كلها معاكي. لكن كلمتني وعرفتني. المفروض إن ظابط شاطر زيك يعرف يفرق بين الناس. بنظرة واحدة يعرف مين الكويس ومين الوحش. أنا فعلاً حسيت بكده. كل مرة كنت بشوفك وقابلك وأتكلم معاكي، كنت بحس قد ايه انت انسانه طيبه ورقيقه، ولا يمكن ابدا تكوني متورطه في شغل جوزك. وما صرحتنيش ساعتها بالحقيقه ليه؟ ده كان احساسي كانسان، لكن واجبي كان بيحتم عليا ان انا كان لازم اتاكد بنسبه 100% قبل ما اعاملك على انك بريئه. خفتش عليا لو افتكروني بتعاون معاك؟ خفتش على بناتي؟ حياتنا رخيصه قوي قدام القضيه بتاعتك. الكلام ده مش مظبوط يا فريده. من ساعة لما دخلوا شقتك وانا كنت براقب تليفونك وبراقبك وبحميكي من بعيد لبعيد، مع اني كنت لسه ما اتاكدتش من براءتك. متشكرة قوي يا حضرة الضابط، تعبتك معايا. فريدة، انا ما حبيتش اقابلك للادي على اني ضابط. من فضلك مش عايزة اسمع ولا كلمة زيادة. ارجوكي حاولي تفهميني. حاول انت تفهمني. انا واحدة كنت عايشة زي الاميرة، كل طلباتي مجابة، كل احلامي بتتحقق، حياتي متوزعة ما بين بناتي وجوزي والنادي والموضة، وما بفكرش في أي حاجة تانية، لحد ما حصل اللي أنت عارفه. لقيت نفسي متحاصرة بالديون والمشاكل وعصابة بتجري ورايا. كنت عاملة زي الغريق لحد ما قابلتك، تعلقت بيك. كنت محتاجة حد أثق فيه واعتمد عليه، لكن للأسف طلعت زي كرم وعلي ما تستاهلش ثقتي. انا معاكي ان انا غلطت، بس اديني فرصه دافع عن نفسي. مش هتفرق يا مصطفى. مش انت برضو اسمك مصطفى؟ وانا اللي كنت جايه وفاكراك هتقول لي كلام تاني خالص. انا فعلا كنت جايه اصارحك، كنت جايه عشان اقولك ان انا بحبك. تبقى خطه جديده عشان يحاولوا يقتلوني وتقبض عليهم وهم متلبسين؟ ما انا خلاص بقيت الطعم الرسمي بتاعك. انت ليه الدرجه دي مش واثقه فيا؟ اديني سبب واحد يخليني اثق فيك. يا فريده، انت كده بتظلمينا احنا الاثنين. صدقيني زي ما انا محتاج لك انت محتاجه لي. واضح ان كلامي مش هيغير اي حاجه. ارجوك يا فريده لما تهدي فكري كويس في الكلام اللي انا قلته، أرجو أن يكون قرارك لصالحي. كان نفسي أشوف منظره وهو قاعد قدامها لما جيت تليفون. برغم خطورة الخطوة دي، احنا كده قطعنا كل صله بينها وبينك. بس اكدنا له ان في حد وراها. طب ما هو عارف من الاول ان في حد وراها من ساعه ما وليد بعت لها شهاب الشقه. لكن مين اللي وراها؟ من هو ما يعرفوش. ما تاخذونيش، انتوا الاثنين ايديكوا في المايه البارده. انا اللي بتراقب وبيتعمل عليا تحريات. تفتكر لو وصل لحاجه كان سابك؟ استنتاج سليم 100%. المهم دلوقتي انه يبعد واحنا نقرب. نقرب ازاي يعني؟ مش الشغالة بتبلغنا بكل حاجة؟ لا، لازم نقرب اكتر من كده بكتير. لازم نقرب من قلبها ومشاعرها، نقرب من تفكيرها. يمكن نقدر نوصل للي حضرة الضابط ما قدرش يوصل. ودي هنعملها ازاي بقى؟ لا، الموضوع ده سيبه علي انا. ستة رقيقة ورومانسية زي دي محتاجة الراجل يقف جنبها في أزمتها. راجل بيكون يعرف يعامل الستات، يعرف إزاي ياخدهم في حضنه ويطبطب عليهم. طبعا
مش احسن ما تلاقي الديسك بالصدفة ويقع في ايد اي حد غيرنا؟ المهم كل ده يتم بمنتهى السرعة. اهي السرعة دي اللي كانت هتودينا في داهية. انا بس اللي حدد الميعاد يا وليد. ايوه بس كده الشركة ممكن تروح مننا. ما تروح يا اخي الشركة، ما احنا هناخد فلوسنا مش كات. ديسك الكمبيوتر اهم حاجة، الشركة لو جت لوحديها اهلا وسهلا، ما جتش سلامتنا وحريتنا بالدنيا واللي فيها. النهاردة بقى كانت دماغي هتطق طول النهار من الصداع، خبط ورزع طول اليوم عند جارتنا دعاء. ليه خير في ايه؟ عقبال عندنا يا حبيبي بيغيروا عفش البيت، نجف ايه؟ سجاد ايه؟ صالونات ايه؟ بسم الله ما شاء الله، تقولش جهاز عروسة جديدة؟ يا ستي ربنا يديهم. وربنا قال اسعي يا عبد وانا اسعي معاك. تقصدي ايه بقى؟ يعني لما ربنا يفتح قدامنا باب رزق احنا نقفله ونحط عليه ترباس وخمس تقفال ده يبقى حرام. هو احنا مش كنا انتهينا من الموضوع ده ولا ايه؟ لا ما انتهيناش. الفلوس اللي كانت جايه لك دي لينا احنا والاولاد، انت ما انت شايف احنا عايشين ازاي؟ عايشين كويس يا الهام والحمد لله. وبرضو ممكن نعيش احسن ونقول الحمد لله، يبقى ليه لا؟ ما انا مش هدخل بيتي مليم واحد على طريق مش سليم. تاهت والاناه نخليه في السليم وابو السليم كمان. وانا يا سيدي هكلم اختك بنفسي، هقول لها ان الناس جوهم لحد عندنا علشان نتوسط في البيع، وعرضوا 100,000 جنيه زياده وقالوا ان ليك عموله. ايه عموله؟ ومالك اتخضيت كده ليه؟ وانا قلت هيدونا حشيش؟ دول هيدونا عموله، يعني لا حرام ولا ربا ولا ممنوعه، شغل معترف بيه ورزق جاي لحد عندنا. اسمعني يا كمال بس وشوف دماغي هتودينا لحد فين. ما هي دماغك دي ما بيجيش من وراها الا المصايب. اسمع بس، انا هقول لاختك ان احنا هنقسم معاها نص العموله، يعني المساله كلها 50-50. 50-50 ايه وعموله ايه؟ انا حاسس اني واقف قدام معلمه في وكي عصابه. وافرض يا سيدي ان اختك وافقت. وحتى لو وافقت وده مش هيحصل، الفلوس كلها هتبقى ليها لانها في الاصل جزء من ثمن شيء هي تمتلكه. بس زياده جت عن طريقنا وطباخ السم بيدوقه، ولازم يا سيدي ينوبنا برضو من الحب جانب. ايه الاسلوب الغريب اللي بتكلمي بيه ده؟ انت جالك حاجه في دماغك؟ انا لولا متاكد انك الهام مراتي كنت قلت ان قدام واحده تانية معرفهاش. انا قدام الفلوس ممكن ابقى واحده تانية وثالثه. يا كمال فوق، الفلوس هي القوه، هي اللي ممكن تحمينا من غدر الزمن، هي اللي ممكن تعمل لنا مستقبل اولادنا، هي اللي ممكن تخليك كمال بيه او كمال افندي. انا مش عايز ابقى كمال بيه ولا كمال افندي، انا عايز ابقى كمال زفت بس ابقى راضي عن نفسي ومحترم. وارجوك يا الهام، اذا كان شكلك اللي قدامي دلوقتي ده قناع فلازم تشيليه، والمصيبه اكبر مصيبه ان تكون دي حقيقتك. ساعتها بس محدش عارف ممكن نوصل مع بعض لحد فين. كانوا مراقبينكم بقى؟ لا يا شريف، ما اعتقدش ان المراقبه بتاعتهم دقيقه بالشكل ده. اكيد حد بلغهم انها بتقابلني. حد مين؟ يعني اي حد من عندها، صاحبتها، مرات اخوها، الشغاله، ما تستبعدش اي حاجه. الحكايه كل ما ده بتتعقد شويه في شويه، بس كل ده بيؤكد ان مفتاح القضيه من عندها. في نفس الوقت ما وصلناش لاي حاجه. شوف يا شريف، انا هطلب من سياده اللواء انه يعفيني من القضيه دي، بس قبل كده انا عايز اقول لك على حاجه. اخر حاجه عندي هو رقم التليفون اللي طلبها، وهو نفسه رقم التليفون اللي هددوها منه قبل كده. طب ما احنا ممكن نراقب الكابينه 24 ساعه. انا مالي بقى يا عم، اللي هيستلم مني القضيه دي يبقى يعمل اللي هو عايزه، انا خلاص بقيت طرف فيها. صعبان عليك ولا ايه؟ انت اصلك ما تعرفهاش ولا قربت منها. فريده دي نوع تاني من الستات، نادر انك انت تلاقيه اليومين دول. حظك وحش، بيتهيالي لو كنت قابلتها في ظروف تانيه كنت اتجوزتها من اول لحظه ومن غير اي تردد. لكن يا خساره تلاقيها دلوقتي ما بتكرهش حد في الدنيا قدك.